مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثاني المتوسط. بعدنا بالوحدة الخامسة وصلنا إلى lesson 4. lesson 4 from Cairo to Baghdad. هذا الموضوع كله هو قواعد، بيحكي لكم عن الـ passive voice، عن المبني للمجهول. راح ناخذ ثلاث حالات للمبني المجهول. انتقلنا إلى شرح المبني للمجهول واللي اسمه passive، يعني مبني للمجهول. passive أو forms passive يعني أشكال مبني للمجهول. ملاحظة مهمة علينا معرفة زمن الجملة، لازم نعرف زمن الجملة الأساسية وتقسيم الجملة، يعني الجملة وين الفاعل وين الفعل وين المفعول به. زين، المبني للمجهول شنو معناته؟ معناته أنه أكو شخص قام بالفعل، أنا هذا الشخص ما أعرفه لكن شفت نتائج الفعل مالته، الفاعل عندي ما موجود أو غير واضح. زين، خلونا نجي ناخذ القاعدة. مفعول به is you are زائد التصريف الثالث الفعل. هو راح يجيب لكم جملة اعتيادية بهذا الشكل. هاي الجملة مضارع، كل هذا نحكي هسه احنا بالمضارع، الحالة الأولى من الباسيف مبني للمجهول. شوفوا right مضارع بسيط، هنا أنا milks أخذ أس الشخص الثالث مضارع بسيط، وهنا أنا I make a cake أيضا مضارع بسيط. نجي خلينا نقول هنا أنا فاعل، فعل رئيسي بعدين مفعول به. هنطبق القاعدة، مفعول به an article. ملاحظة المفعول به راح أخذه هو والأداة مالته، يعني أداة التنكير أو التعريف. an article مفرد لو جمع؟ مفرد، إذن is. أكو طالبة سألتني قالت لي ست إحنا نحط is و are حسب شنو؟ حسب المفعول به لو الفاعل؟ لا طبعا حسب المفعول به. مفعول به هياته اللي أنا أصلا جبته من ناني، حطيته بالبداية أنا article is، بعدين تصريف الثالث الفعل write يصير written بهذا الشكل. تصاريف الأفعال مهمة أيضا تعرفوها. an article is written، مقالة كتبت، يصير أقول by me بواسطتي، أوكي، باعتبار أنا هنا عندي I. زين، تعالوا نأخذ الجملة الثانية. هسا أجي أني زمن الجملة مضارع، خلي أقسم الجملة. مصطفى فاعل، هنا فعل، وهنا مفعول به the cow، أوكي، the cows يعني الأبقار مفعول به. راح أجيب the cows هنا the cows جمع، فراح أجيب R، بعدين تصرف الثالث الفعل milked بهالشكل، تصرف الثالث الفعل مالته، وأكمل الجملة. شو بقى عندنا؟ مثلا every morning، هنا أنا أكو space، أوكي، the cow are milked every morning، الأبقار تحلب كل يومية الصبح. يصير أقول باي مصطفى، بالنهاية أقول باي مصطفى ويصير ما أضيفها، أوكي، ويصير ما أضيفها. زين، I make a cake، راح أجيب فاعل، راح أجيب المفعول به a cake. انتبهوا، كيك جبته هو والارتكل مالته مفرد is، بعدين تصرف الثالث الفعل make هو made. A cake is made، هنا راح اكملها حتى الجملة تكون مفهومة. by me، الكيكة صنعت بواسطتي. هذا فقط هو المبني للمجهول. زين، تعالوا خلينا ناخذ شلون نحول المبني للمجهول الى معلوم. يعني اجيب لكم اني a cake is made، اجيب لكم هاي الجمله، اقول لكم حولي اياها الى active form، الى شكل active يعني معلوم.
شو تسوون؟ شوفوا، بالبداية راح أجيب فاعل. الفاعل هو ذاكرة هنا، أنا باي مي يعني أني، راح أقول أي. زين، وراها شنو؟ راح أجيب الفعل هياته ميد، أخليه ميك، أرجع إلى أصله أي ميك، وراها الفاعل يصير مفعول به. هيك يعني خلونا نكتب قاعدة هنا، سبجكت فاعل زائد فعل في حالة present، في حالة present يعني المضارع. اوكي، يرجع الى اصله، وبعدين المفعول به الاوبجكت. زين، مثلا هنا the cows are milked every morning، اقدر اقول farmer المزارع milks the cows every morning. انتقلنا الى شرح الموضوع، راح نكتب هاي القاعدة. بالبداية الـ passive voice في حالة الماضي البسيط، يعني الجملة أساس الجملة تكون بالماضي البسيط. زين، نحذف الفاعل، جملة اعتيادية، أول شيء نحذف الفاعل، نجيب المفعول به نخليه بداية الجملة، نستخدم was where، بعدين التصريف الثالث للفعل. زين، أنا يقول إنه إحنا ممكن بنهاية الجملة نكتب باي وننزل الفاعل، أوكي؟ يعني شلون؟ مثلا خليني أعطيكم هسه القاعدة، مفعول به was where زائد التصريف الثالث الفعل، يشبه القاعدة اللي أخذناها، بس مكان الـ is والـ are أكو was where. ليش؟ لأنه ذيك الجملة كانت مضارع، هاي الجملة بالماضي. تعالوا ناخذ مثال، جون بيرد showed pictures on television. جون بيرد showed بيكتشرز، يعني شوف الصور على التلفاز، سووا لي اياها باسيف. هسه نجي نحذف الفاعل، المفعول به بيكتشرز، هي نزلتها، ايش تاخذ؟ تاخذ وير. ليش؟ لانه شوفوها جمع. بعدين تصف الثالث الفعل، هي الفعل شود تصير شوين اون تلفزيون. زين، يصير اقول باي جون بيرد، بواسطه جون بيرد. زين، the children broke the window، صير مفعول به the window مفرد، بعدين was لأنه مفرد، وبعدين تصريف الثالث الفعل broke broken، وهكذا البقية. تعالوا ناخذ مثال آخر، Ali drove the car fast yesterday. the car هو المفعول به، أخذ was، بعدين drove يقود، driven هو التصريف الثالث الفعل، وكمل الجملة ويصير أقول باي علي. انتقلت إلى الصيغة الثالثة اللي هي باستخدام كان. زين، تعالوا خلينا نشوف القاعدة. إحنا مفروض المفعول به زائد كان، وهنا أيضا مفعول به زائد كان. هنا في حالة المثبت نكتبها وهنا في حالة النفي. في حالة النفي نضع not في صف الكان، وفي حالة المثبت ما نخلي أي شيء. هنا يقول إحنا نستخدم المبني المجهول في حالة كان التحدث عن إمكانية أو إذن معين. يعني شلون؟ يعني mobile phone can be used، بإمكان استخدام تلفونات الموبايل عندما the plane is on the ground، عندما تكون الطائرة على الجراوند المقصود بها يعني على سطح الأرض. زين، أيضا هنا mobile phones cannot be used when the plane is on the ground، وهنا في حالة النفي يقول ما نقدر نستخدم التلفونات عندما تكون الطائرة on the ground يعني على اليابسة أو على سطح الأرض. إذن هذا هو فقط ما يعنى بي كان. انتبهوا انه كان اجى وراها بي وبعدين تصرف الثالث الفعل بهذا الشكل. زين، يعني ممكن يجينا مثلا جملة اعتيادية ويقول استخدموا لي باسيف في حالة الكان. زين، خلونا ناخذ مثال، مثلا people use mobile phone
when the plane is on the ground. تجيكم الجملة بهذا الشكل. أريد من عندي أسويها passive في حالة الكان. يقول سووها مبني المجهول عن طريق الكان. شو تسوون أنتو؟ نفس القاعدة اللي أخذناها. نجي أول شيء نحذف الفاعل، نجيب المفعول به اللي هو mobile phone، نخليه هنا، نطبق القاعدة. بعدين وراها كان، بعدين وراها بي، والتصريف الثالث الفعل use هو used. شو بقى من الجملة؟ بقت منا when the plane is on. اجي اني انزل هاي الجملة اللي بقت. ها هي اكون اني حليت. جدا سهل المبني للمجهول، فقط احذف الفاعل، انزل المفعول به. هنا هو رايد كان، فتكونوا انتم حافظين كان بي حسب القاعدة، كانوا بي وراها التصريف الثالث الفعل، كان نوت في حالة النفي. اوكي اذا نفينا. بالمناسبة كل الباسيف فويس ممكن يكون بالنفي عادي، ماكو مشكلة. اوكي زين، تعالوا خلينا نرجع الى كتاب الطالب. ملاحظة مهمة، الباسيف في حالة الكان موجود عندكم صفحة 53، اوكي؟ وفي حالة المضارع والماضي موجود ب 51. انتقلنا إلى lesson 6 great inventions، بمعنى اختراعات عظيمة. عندنا أربع أسئلة مهمة، أيضا عندنا أسئلة موجودة بكتاب النشاط. إذا رحتوا لكتاب النشاط lesson 6 راح تلقوني حالتها. تعالوا خلينا نقرأ ونترجم. أيضا راح نحل هاي الأسئلة اللي موجودة هنا بعد ما نكمل شرح. جون بيرد 1886-1946، هذا تاريخ الولادة والوفاة. In London، في لندن. In 1926، عام 1926، بيرد سكوتش انفنتر، هو مخترع سكوتش سكوتلندي. Was the first person to show pictures، هو كان أول شخص show pictures يعني أظهر الصورة on a television screen، على شاشة التلفاز. The pictures were not very good، الصور لم تكن جيدة، and they did not move، ولم تتحرك. In 1927، عام 1927، however، على أي حال، he was able to send moving pictures، كان هو قادر، able، قادر على إرسال moving pictures، صور متحركة، from London، من لندن، to Scotland، إلى اسكتلندا، using telephone wires، باستخدام سلك التليفون. The following year، السنة اللي بعدها، he sent pictures to America، أرسل الصور إلى أمريكا، using radio waves، باستخدام موجات الراديو. Beard continued working، استمر بالعمل مالته. And finally، وأخيرا، he helped to develop color television، هو ساعد بتطوير التلفزيون الملون. ماركوني 1877 و1937، after the invention، بعد اختراع of the telephone by Alexander Bell، بواسطة Alexander Bell، إذا مخترع التليفون هو Alexander Bell. 1845-1922، عام 1847، عام 1922، وأني شارحت لكم شلون نقرأ السنوات، نقرأهن اثنين اثنين. Inventors worked on radio waves instead of electric signals to carry sound، المخترع عمل على الموجات الراديو بدلا من إشارات الإلكترونية، to carry sound، لحمل sound، الصوت. ماركوني آن إيطاليان، ماركوني إيطالي، لذلك هذا الاسم إيطالي كل صعب. Was the first to do this، كان أول شخص فعل هذا. In 1896، عام 1896، he sent a radio message over a distance، أرسل رسالة بالراديو عبر مسافة of more than
أكثر من 1.5 كيلومترز، 1.5 كيلومتر. The following year، السنة اللي بعدها، he sent a message from land to a ship at sea. أرسل رسالة من اليابسة إلى السفينة في البحر. A distance of 29 كيلومتر. المسافة 29 كيلومتر. Finally، أخيراً، in 1902، عام 1902، he sent a radio message، أرسل رسالة، from America to England، من أمريكا إلى إنجلترا. وهذا مهم مهم. خلونا ننتقل إلى أهم الأسئلة الموجودة عن هذا الموضوع. هذا التمرين أسئلة عن قطع الكتاب اللي موجودة عندكم بالدرس السادس. جون بيرد died in 1888. جون بيرد توفى عام 1888. خطأ. بيرد sent moving pictures to America in 1928. بيرد أرسل صور متحركة إلى أمريكا عام 1928. ماكروني invented the telephone. ماكروني اخترع التلفون. تلفون فالس. وماكروني used radio waves to carry sound. ماكروني استخدم الموجات الراديو to carry sound حتى يحمل الصوت through. In 1902, عام 1902, ماكروني sent a radio message to America. ماكروني أرسل radio message, رسالة راديو to America, إلى أمريكا. False, خطأ. بعدها انتقلنا إلى الأسئلة الموجودة عندكم بالأعلى. Who invented television? من اخترع التلفاز؟ هو جون بيرد. What was his nationality? ما هي جنسيته؟ هو سكوتش، سكوتلندي. When did he invent it? متى اخترعه؟ In 1926، عام 1926. Is he alive or dead? هل هو حي أو ميت؟ الجواب dead. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا لكم وانتظرنا في درس جديد.